بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع. لقاء مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 109. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى حلقة جديدة من حلقات برنامج شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. في مطلع هذه الحلقة نرحب بفضيلة الشيخ، فحياكم الله شيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم. كنا فيما مضى مع المؤلف رحمه الله في باب الغصب، ووقفنا عند قوله وإن استولى على حر لم يضمنه، وإن استعمله كرها أو حبسه فعليه أجرته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله في باب الغصب: وإن استولى الغاصب على حر، أي غير مملوك، لم يضمنه بمجرد وضع يده عليه لأنه ليس بمال، فإذا استولى عليه لا شك أن هذا ظلم، إلا أنه لم يستعمله ولم يأخذ شيئا من منافعه ولم يفوت عليه شيئا من منافعه، فإنه لا يضمنه بمجرد الاستيلاء لأنه ليس بمال. نعم. قال: وإن استعمله كرها أو حبسه فعليه أجرته. أما إن استعمله كرها، إن استعمله بطوعه واختياره، يعني بطوع الحر واختياره، فليس له شيء، لأنه وافق على ذلك وأهدر منفعته. أما إن استعمله كرها بغير اختياره أو حبسه ولم يستعمله، لكن حبسه حتى فوت عليه مدة طويلة يستفيد منها الحر لو كان طليقا بالكسب، فإنه يكون على هذا المستولي عليه أجرته في هذه المدة، لأنه استوفى منافعه وهي متقومة فيلزمه ضمانها، ولأنه فوت عليه منافعه بحبسه. نعم. قال: ويلزم رد المغصوب بزيادته وإن غرم أضعافه. يجب على الغاصب رد المغصوب لأنه مظلمة، ولا يجوز الاستمرار على الظلم وحرمان الناس من أموالهم، يجب عليه المبادرة برد الغصوب التي تحت يده، قوله صلى الله عليه وسلم: من كانت عنده لأخيه مظلمة فليتحلل منه اليوم، يعني ما دام على قيد الحياة، لئلا يموت وعنده الغصب فيحاسب عنه يوم القيامة من حسناته، كما جاء في الأحاديث. فيلزم الغاصبين المبادرة برد المغصوبات التي لديهم من حقوق الناس لأجل أن يسلموا من إثمها، وأيضا عليهم أن يستبيحوا منهم ويطلبوا منهم العفو لأنهم ظلموهم. ويرد المغصوب بزيادته، سواء كانت متصلة كالسمن وتعلم الصنعة، أو كانت منفصلة كالثمرة من الشجرة المغصوبة، أو الولد من الدابة، أو الأمة المغصوبة، فإن هذه الزيادات تتبع العين وهي للمالك وليست للغاصب. نعم. أحسن الله إليكم. قال: وإن بنى في الأرض أو غرس
لزمه القلع وأرش نقصها وتسويتها والأجرة. بقي في العبارة الأولى تكملة. نعم. يقول: رد المغصوب بزيادته وإن غرم أضعافه، أي أضعاف المغصوب، كان يكون أنفق عليه وقت بقائه عنده نفقة كثيرة، أو أنه احتاج رده إلى أجرة، فإنه يلزم الغاصب الرد ولو تحمل هذه الغرامة، لأن ذلك إبراء لذمته وهو معتدي، فكان أولى بالغرامة. نعم، أحسن الله إليكم. قال: وإن بنى في الأرض أو غرس لزمه القلع وعرشه. نعم. إذا بنى الغاصب في الأرض المغصوبة، بنى عليها حيطان أو بنى فيها بيوتا وغرفا، أو غرس فيها شجرا، فإنه يرد هذه الأرض إلى صاحبها كما سبق، ويلزمه القلع، قلع الغراس وهدم المباني التي أوجدها في أرض الغير، لأن ذلك تخلية لملك الغير، فإذا طالب صاحب الأرض بهدم المباني وتخلية الأرض منها، أو طالب بقلع الأشجار التي غرسها الغاصب، فإنه يلزم ذلك، قوله صلى الله عليه وسلم: ليس لعرق ظالم حق، رواه الترمذي وحسنه. ويلزمه أيضا نقص أرش الأرض التي هدم فيها البناء أو قلع منها الشجر، إذا ترتب على هدم المباني نقصا في الأرض من أثر البناء أو من أثر قلع الأشجار نقصت قيمتها، فإنه يغرم هذا النقص لأنه ظالم، وهو نقص حصل بسبب ظلمه وتعديه فيضمنه. نعم. وتسويتها. ويلزم الغاصب تسوية الأرض، أي إعادتها كما كانت مستوية، ليس فيها بناء وليس فيها غرس، فيسويها بأن يردم الحفر التي صارت فيها من أثر هدم البناء أو من أثر قلع الأشجار، فيردم هذه الحفر ويسوي الأرض، لأن هذا من آثار اعتدائه عليها وغصبه لها. نعم. وعليه الأجرة، أي أجرة القلع وأجرة هدم البناء وأجرة تسوية الأرض، فإن هذه الأمور كلها تجب عليه، فإذا احتاجت إلى أجرة فإنه هو الذي يتحمل الأجرة، لأنها إنما وجبت عليه الأجرة بسبب تخليته لملك الغير وإزالة ظلمه عنها. نعم، أحسن الله إليكم. قال نعم، هذا من ناحية. نعم. وكذلك عليه أجرة الأرض، عليه أجرة الأرض في المدة التي فاتت على المالك بسبب الغاصب واستيلائه على الأرض، فإذا استولى عليها مدة شهر أو سنة أو سنين وفوت على صاحبها تأجيرها والانتفاع منها، أو فوت عليه سكناها، فإنه يدفع أجرتها عن هذه المدة التي فوتها عليه بغصبه. نعم، لأن المنافع مضمونة كالأعيان. نعم. قال: ولو غصب جارحا أو عبدا أو فرسا فحصل بذلك صيد فلمالكه. لو غصب جارحا،
والجارح المراد به ما يصاد به من الطيور أو من الكلاب، أو غصب عبدا أي مملوكا، أو غصب فرسا فحصل بذلك صيدا فلمالكه. لو غصب الجارح فحصل بالجارح صيدا فهو لمالك الجارح لأنه من كسب ملكه، أو غصب عبدا وهذا العبد قد صاد صيدا فإنه يكون لمالكه، لمالك العبد لأنه نماء ملكه، أو غصب فرسا فصاد عليها صيدا فإن ذلك يكون لصاحب الفرس لأنه حصل بسبب ملكه. نعم. قال: وإن ضرب المصوغ ونسج الغزل وقصر الثوب أو صبغه، قصر وقصر الثوب أو صبغه ونجر الخشب ونحوه، أو صار الحب زرعا أو البيضة فرخا والنوى غرسا، رده وأرش نقصه ولا شيء للغاصب. إذا تصرف الغاصب في المصوغ فضرب المصوغ الذهب، المصوغ ضربه نقودا، فإنه يلزمه رده ورد أرش نقصه بتحويله عن صورته الأولى، أو غصب غزلا صوفا مغزولا ثم نسجه ثيابا، نسجه ثيابا أو فرشا أو غير ذلك، فإنه يرده منسوجا ويرد عرش نقصه إذا كان لحقه نقص بسبب النسيج، أو غصب ثوبا وقصره، والقصر معناه التبييض يعني بيض الثوب، كأن غصب ثوبا متسخا ثم غسله وبيضه ونظفه فإنه يرده، فإنه يرده ويكون عمله فيه مجانا وهدرا لأنه تعد على ملك الغير. أو صبغ الثوب يعني غصب ثوبا ساذجا ليس بمصبوغ ثم صبغه وصار بالصباغة أحسن منه قبل فإنه يرده، أو كان الصبغ نقص من قيمته فإنه يرده ويضمن النقص لأنه معتدي وغاصب. أو غصب خشبا ونجر الخشب جعله أبوابا أو كراسي أو غير ذلك، فإن ذلك لا يمنع الرد بل يرد هذا المنجور ويرد ما نقص من قيمته. أو غصب حبا ثم نبت وصار زرعا يعني تحول المغصوب إلى عين أخرى، فإنه يرد هذا الحب وأرش النقص إذا كان نباته زرعا ينقص من قيمته. أو غصب بيضة، بيض دجاج مثلا، وصار هذا البيض فرخا تحول إلى فرخ، فإنه يرد الفرخ ويرد القيمة أو يرد النقص إذا كان قيمة الفرخ أقل من قيمة البيض لأنه حبسه عن صاحبه في وقت كونه بيضا إلى أن تحول إلى فرخ، فإذا نقصت قيمته فإنه يرد النقص. أو غصب نوى وهو نوى التمر، فالنوى صار غرسا يعني نبت، فإنه يرد هذا الغرس المتحول من النوى لأنه لمالكه، وإذا كان لزم ذلك نقص في قيمته كانت قيمة النوى أكثر من قيمة الغرس فإنه يرد الأرش أي نقص القيمة. ولا شيء للغاصب في أعماله هذه، لا في ضرب المصوغ ولا في نسيج الغزل ولا في قصارة الثوب
ولا في صبغ الثوب ولا في نجر الخشب ولا في تحول الحب إلى زرع والبيضة إلى فرخ والنوى إلى غرس، إذا كان قد أنفق نفقة على هذه الأعمال فإنه لا شيء له، لأنه معتد وظالم ولا شيء له فيما خسر من هذه الأعمال، لأنها أعمال كلها مهدرة ولا قيمة لها. أحسن الله إليكم. قال: ويلزمه ضمان نقصه. ويلزم الغاصب ضمان نقصه، يعني إذا رد المغصوب فإنه يلزمه ضمان ما نقص عنده في فترة استيلائه عليه، لأنه من مال المغصوب منه، وما نقص فإنه يضمنه. نعم. وإن خص الرقيق رده مع قيمته. وما إذا غصب عبدا مملوكا فخصاه، أي قطع خصيتيه، فإنه يلزمه رده وهو مخصي، لأنه ملك للمغصوب منه، ويرد معه قيمته كاملة دية للخصيتين، لأن في الخصيتين إذا قطعتا من الحر الدية كاملة، ودية العبد قيمته، فإذا خصاه فإنه يرد معه قيمته كاملة عن الخصيتين. نعم، لأن ما في الإنسان منه شيئان إذا جني عليه وأتلفا فإن فيهما الدية، كاليدين والرجلين والخصيتين والشفتين والعينين. نعم. وما نقص بسعر لم يضمن. أما إذا كان النقص بالسعر لأنه غصبه في وقت كان السعر مرتفعا وعند الرد صار السعر منخفضا، فإنه لم يضمن النقصان، لم يضمن النقصان، لأن هذا ليس من آثار الغصب، لأن هذا ليس من آثار الغصب، ولأنه رد العين بحالتها لم ينقص منها شيء، ونقصان السعر ليس من قبله، وإنما هو من قبل الله سبحانه وتعالى. وقيل بل يضمن، لأنه فوت على صاحب العين، فوت عليه بيعها في وقت الغلاء وحبسها حتى رخصت، فيضمن النقص. نعم. وهذا أرجح؟ نعم. قال: ولا بمرض عاد ببرئه. ولا ضمان بمرض عاد ببرئه، لو غصبه وهو مريض أو مرض بعد غصبه ثم برئ ورده سليما بريئا من المرض فإنه لا يضمن، لأنه زال ما في ما لأنه زال موجب الضمان. نعم. وإن عاد بتعليم صنعة ضمن النقص. إذا غصبه وهو يعرف صنعة من الصناعات ثم نسيها، ولكنه تعلم أخرى صنعة أخرى ثم رده، فإنه حينئذ ينظر إن كانت هذه الصنعة الأخرى أنقص من الصنعة التي نسيها وقت الغصب فإنه يضمن النقص، أما إذا كانت مثلها أو أحسن منها فإنه لا ضمان عليه، لأنه حينئذ لم يفوت على صاحب الملك شيئا. نعم. ولا شيء له فيما زاد. ولا شيء له فيما زاد. نعم. أحسن الله عليكم. قال: وإن تعلم أو سمن فزادت قيمته ثم نسي أو هزل فنقصت ضمن الزيادة كما لو عادت من غير جنس الأول. وإن تعلم المغصوب، العبد المغصوب تعلم، غصبه وهو غير متعلم ثم تعلم في وقت الغصب، أو غصبه وهو هزيل ثم سمن وزادت قيمته ثم نسي
نسي هذا المغصوب ما تعلمه أو هزل بعد السمن فنقصت قيمته ضمن الزيادة، أي تعلم الصنعة والسمن اللذين ذهب، لأنه نماء يستحقه المالك المغصوب منه، وقد زال هذا النماء بوقت غصب الغاصب له وهو ضامن له ولنمائه. نعم. قال: ضمن الزيادة كما لو عادت من غير جنس الأول، ومن جنسها لا يضمن إلا أكثرها. هذا كما سبق، إذا غصب عبدا مثلا أو غصب دابة وهي على صفة حسنة ثم فقد تلك الصفة أثناء الغصب، لكنها عادت هذه الصفة بعدما فقدت ثم رده وهذه الصفة قد عادت، فإنه لا شيء عليه لعدم النقص في ذلك. أما إن عاد غير جنسها، صفة أخرى غير جنسها، فإنه يضمن أكثر الصفتين، فإن كان الأكثر الصفة المفقودة أكثر من الصفة الموجودة فإنه يضمن النقص، فإنه يضمن النقص منهما. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فصل. وإن خلط بما لا يتميز كزيت أو حنطة بمثلهما، أو صبغ الثوب أو لت سويقا بدهن أو عكسه. نعم. وإن خلط. نعم. وإن خلط بما لا يتميز كزيت أو حنطة بمثلهما، أو صبغ الثوب أو لت سويقا بدهن أو عكسه. نعم. ولم تنقص القيمة ولم تزد، فهما شريكان بقدر ما عليهما فيه. نعم. إذا خلط الغاصب المغصوب بغيره فلا يخلو من حالتين: الحالة الأولى أن يكون خلطه بما لا يتميز ولا يمكن فصل هذا عن هذا، والحالة الثانية أن يكون خلطه بما يتميز فيعرف الخلط من غيره. ففي الحالة الأولى إذا خلطه بما لا يتميز كزيت خلطه مع زيت مثله، أو حنطة خلطها مع حنطة مثلها ولم يتميز حق نصيب المغصوب منه من نصيب الغاصب، أو غصب ثوبا فالصبغ هذا لا يتميز، لا يمكن فصله عن الثوب، الصبغ لا يمكن فصله وإخراجه من الثوب، أو غصب سويقا وهو المحموس من الشعير فلته بدهن، يعني خلطه بدهن، فإنه لا يمكن فصل الدهن من الشعير أو فصل الشعير من الدهن، أو عكسه بأن غصب دهنا ولته مع سويق له. ففي هذه الحالة ننظر، إن كان نقصت القيمة بسبب هذه التصرفات فإنه يضمن النقص للغاصب للمالك، يضمن النقص للمالك. وإن لم تنقص القيمة ولم تزد فإنهما يكونان شريكين بقدر ما عليهما من هذا المخلوط، لأن هذا المخلوط تكون من ملكين لا يمكن فصل أحدهما عن الآخر، فيباع وتقسم القيمة على قدر المالين، والله تعالى أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال: وإن نقصت القيمة ضمنها. كما سبق أنه إذا نقصت القيمة بسبب هذا الخلط فإنه يضمن النقص، لأنه حصل لتعديه فيضمن ما
حصل من جراء تعديه، والله تعالى أعلم. وإن زادت قيمة أحدهما فلصاحبه. إن زادت قيمة أحدهما، أي أحد الخليطين، زادت قيمة الدهن أو زادت قيمة السويق أو زادت قيمة الثوب أو زادت قيمة الصبغ، فالزيادة لصاحب تلك الخليط الذي زادت قيمته، لأنها نماء ملكه. نعم، أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. مستمعين الكرام، إلى هنا نأتي لنهاية هذه الحلقة من شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح الفوزان. شكر الله لشيخنا ما تكرم به من البيان، وشكر لكم حسن استماعكم. حتى نلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.